ديلي كويس ديلي كويس. لا بقى يا جماعه انا هتكل على الله واسيبكم، عايزكم تخلي بالكم من نفسيكم كويس جدا. طبعا يعني المشوار ده بالنسبه لي يعتبر مهم قوي، وادعوا لي بس ارجع منه محمل بالتماثيل. يا رب يا رب يا حبيبي يا رب يجعل لك في كل خطوه تمثالين وربع. طب يا جماعه عموما الاقصر مش بعيد، انا ممكن اروحها ماشي لولا ان انا مستعجل، بس عايز الحق بسرعه اشوف مثلا كرسي جنب الشباك ولا حاجه. يا دوب. طب ما تاخدنا معاك يا بيه اهو نتفسح ونتشمس. يعني تتشمسوا فين وتتفسحوا؟ انتوا كلكم تروحوا الاقصر، انا اجيب لكم الاقصر اسهل يا ماما. بيبي بيبي انا مش هعرف اعيش من غيرك، مش هعرف اتنفس في الحياه من غير وجودك جنبي. ربنا يخليكي ليا يا رانيا، ان شاء الله ابعت لك انبوبتين اكسجين تتنفسي بيهم براحتك. وانا يا دوله هات لي انبوبه يعني بس كتر لي الدق. انبوبه ايه؟ انبوبه اجيبها لك ان شاء الله وانت في الانعاش. ايدي هو انت مش هتسيب لي فلوس ولا ايه؟ شوف اللي بتقول ما اعرفش اتنفس من غيره. فلوس؟ انا قلت ناسيه. نعم بتقول ايه؟ لا يا ماما ما بقولش حاجه يعني. خدي يا رانيا الفلوس انا مجهزها لك اهي، 400 جنيه. 400 جنيه دول بقى يفضلوا معاك، وانا عارف ان انتوا مش هتصرفوهم كلهم، بس عايزكم وانا مش موجود تعيشوا عيشه الملوك. ملوك ايه؟ ايه الملوك دي؟ دي 400 جنيه احنا بص كام نفر، على الاقل 4000 جنيه. عادل انا ضد انك تدي فلوس لمراتك عشان تحكم وتتامر علينا ولا ايه؟ تحيز عادل. فعلا يعني ممكن يحصل حساسيه بعد ما سافر رانيا. معلش بعد اذنك ماما خلي ال 400 جنيه دول معاك. لا انا عارفه ده تحيز عمومي مادي نويه بالاساس. نويه يبقى هات يا ماما. خلاص بصوا انا هعمل ايه، هفض الاشتباك. اتعلم مني بقى اتعلم. هفض الاشتباك. رانيا هتاخدي 200 جنيه انت ومامتك بقى واختك وبنتك، وانت يا ماما 200 جنيه كمان. ما انت بقى اول سنة وبتاع. يلا بينا يلا بينا يلا يلا بينا. السلام عليكم. يلا سافر. السلام عليكم. يلا سلام عليكم. اتكل على الله. السلام عليكم. اتكل على الله. السلام عليكم. للنور، وادي 3 جنيه للزباله. ايه يا ماما نور ايه وزباله ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا ازاي يا بنتي واحنا مش عايشين هنا ولا ايه؟ هو احنا عايشين هنا لوحدنا ولا ايه؟ ولا احنا مكتوب علينا الشقه وهم مكتوب عليهم الاستعباط؟ وهي يعني لما نحط ده في البيت يا ماما بيت ايه؟ بصي بقول لك ايه، انت حره في فلوسك. طيب. اصرفيها زي ما انت عايزه. أوكي. بس يعني لو هتصرفي فلوسك يا ماما اصرفيها على حد يستاهل. ماما صلي على النبي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي الفلوس دي وسيبيني بقى انا تكتكلك وخططلك. سيبيلي ايديكي كده يا ماما وهتشوفي بنتك سناء هتعيشك ازاي. لا 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 يا سناء عيب، انا يا بنتي كبرت على الحاجات دي. لا 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 لا. ايه يا ماما انا بقولك هوديكي الملاهي ولا همرجحك في المراجيح؟ بقولك هفسحك فسحه عمرك في حياتك ما شفتيها. طب نفترض البيت كده احتاج حاجه هنعمل ايه؟ مش هما معاهم فلوس يصرفوا هما كمان على البيت، او يصرفوا هما على البيت. اشتري الشال الجديد حلمي عشان ينطق الفستان. شال؟ شال ايه؟ لا يا حبيبتي جاميه، الشال ده بعدين، انا بقى حتى عيني على حته جين جزمه هشتريها. ايوه يا مامي، وانت كمان اشتريلي لعب ونتفسح. اوكي يا جماعه، انا عندي استعداد ان انا اضحي بالحلم المهول بتاعي اللي هو الشال علشان سعاده الباقين. هي ماما اشتري لعب. طب افرضي بقى يا رانيا اذا صرفنا فلوس دي كلها والبيت احتاج حاجه هنعمل ايه؟ ولا تفرق معانا يا مامي، هو مش عادل سايب فلوس مع حماتي وسناء؟ خليهم يشاركوا في مصروف البيت. ايه يعني؟ صح معاكي حق. طب يلا بقى نخش ننام عشان نصحى بدري وننزل نشتري الحاجات. يس. يا رجلي انا جالي ليل عظام من كتر المشي. لا 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 بس كانت فسحه تتجنن يا رانيا، مش معقول. بس انا ما بطلتش عياط من الفيلم اللي شفناه. يا مامي يا حبيبتي احنا كنا بنتفرج على فيلم كوميدي مش اكشن. ما انا مش عارفه بقى، الست اللي كانت قاعده جنبي عماله هاتك عياط اكيد اثرت فيا. اكيد جوزها حبيب قلبها تركها وحيده وسافر.
على فكرة يا مامي، أنا كان نفسي في لعب تانية، أنا كان نفسي في كل اللعب اللي كانت في المحل. يا حبيبتي يا حبيبتي، لما بابي يسافر المرة الجاية هنجيب لك كل اللعب اللي في المحل. يا ريت بابي يسافر كتير. مش كنا اتأخرنا شوية يا رانيا مدام عادل مش هنا؟ يا مامي هنتأخر ازاي والفلوس اللي معانا كلها خلصت؟ بس تصدقي بقى، أنا مش قادرة أصدق إن الفلوس اللي كانت معانا جابت كل الحاجات دي. يا حبيبتي مش أنا معاكي، يبقى تطمني على طول. مامي على فكرة أنا تعبت قوي. يا ماما بسطنا قوي قوي في الخروجه دي. الدنيا كانت زحمه قوي، بس يا سناء واشترينا حاجات حلوه والله. والله شفتوا جبنا ايه؟ بس يا ماما ما تقوليش جبنا ايه، عشان في ناس عينيها وحشه. عينيها وحشه؟ انت اللي عينيكي وحشه. تعالي وريني يا انعام بقى كم شومي شوم. جبنا شويه عبايات كده عشان اقعد بيهم في البيت. وانا جبت جزمه بيضة عشان ما عنديش جزمه بيضة، وهي تنفع برضو. شذب بقى انت. انا عايز اعرف انتوا جبتوا الحاجات دي منين. من الموسكي. يا بلدي يا موسكي، ده انت نص لبسك من الباله. انا نص لبسي كبير. حرام عليك يا بنتي، انا كل لبسي سيني اصلا، انا مضيعه فلوسي عليهم. الله يرحم سيني وكاله البلح. في المول. يا ما شفتك في المول وانت بتقلبي في البلاد بتاع 7:30. 2:30. تعالى بص على 7:30. 2:30. بلديون. ماما انا عايزه اروح المول ده، بس مش خازن. ايه ده يا ياسمين؟ هو ولا مره ماما خدتك تور في وكاله البلح، ولا مره وقفتي مع ماما هي بتفتح باله على عربيه خشب بتشتري هدوم؟ لا لا لا، مالكيش حق يا رانيا. لا لا، مقصره في حق تربيه بنتك. اخراسي. إيه؟ انا بقولك الحاجات دي جبتوها بفلوس مين؟ فلوس عادل ابني، ربنا يخلوهولي ويرجع بالسلامه يا رب. يعني انتوا صرفتوا كل الفلوس اللي معاكم؟ اخويا وفلوس اخويا ما نصرفهاش ليه؟ يعني انتوا صرفتوا الفلوس كلها؟ ايوه فلوس اخويا نصرفها كلها، نصرفها نصها احنا حره. انا ما انت انت حره، فلوس اخوك يعمل اللي انت عايزاه. دلوقتي احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ هتاكلونا طبعا. ماما انا جعانه ومفيش اكل هنا. يا ريت يا ياسمين، التلاجه فاضيه يا حبيبتي، احنا في اخر الاسبوع وبتبكي على الاطلال. كان لازمته ايه الفشخره والانعاره الكدبه اللي ملهاش لازمه اللي انتوا فيها دي؟ خروج وفسح وشراء. دوري بقى على مين ياكلك بنتك. مين ياكلك بنتك؟ اها انتوا طبعا اللي هتاكلونا. منين؟ منين؟ يعني ايه؟ احنا اساسا روحنا عملنا حاجه مفيده وخرجنا من السواد اللي احنا فيه وجبنا شويه لعب لياسمين، الدور الباقي عليكو. الله، وبعدين في الورطه السوداء اللي احنا فيها دي؟ جون سيبا انا ما اعرفش، دي بقى مشكلاتكم انتوا يا حبيبتي. دور الجايه مجيده، اعملي باصلك بقى مره في حياتك، بيع الخاتم اللي في ايدك وصرفي علينا. تي فوتوا انت جننتي جاميه. الخاتم ده انا بيه، ده انا ابيع الولادات بتاعتي وما بيعش الخاتم ده. ده كل ذكرياتي بتاعتي انا في الخاتم ده. روح افتح، روح افتح. مساء الخير. مساء النور. انا المعلم جرحي بتاع التماثيل، وليا حسبه قديمه كده عند الاستاذ عادل وجاي اخدها. هي ناقصاك انت كمان، تعال له كمان 10 ايام هو يحاسبك. مفيش حاجه اسمها 10 ايام يا مدام، انا راجع البلد وعايز الم فلوسي اللي في السوق. ايوه حضرتك، بس احنا هنا مش في السوق، احنا هنا في البيت، ثم اننا قد اعلنا افلاسنا منذ زمن. انا ما باكلش من الكلام ده المؤاخذه. قدامكم اسبوع واحد بس، والا ابلغ البوليس. اسبوع واحد بس، انتوا هتستقرضوني في السن اللي انا فيه ده؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا عندي الحل، الحل الوحيد اللي قدامنا هو البازار، هو ده هنلاقي فيه فلوس. يا ريت. ما تتعبيش نفسك يا ام مخ نور، مش هيرد عليكي، ده الغبي هناك. ما حدش بيرد. طبعا افتح الباب. ازيك يا ياسمينه؟ اهو شرف البيت. تعال يا رمزي تعال. انا جعان قوي يا نونو، خدي سوي لنا الجمل ده بسرعه. ايه ده انت عبيط ده انت ولا ايه؟ انا عايز اعرف انت كنت مزوغ فين ومتسرمح من البازار. انا مش مزوغ، بص بقى يا خالت مراني، انا كنت قاعد في البازار وبعدين جعت، وانا لما بجوع بحس ان انا مش شبعان كده هون يعني، فما بعرفش انام. هو عادل ما سابلكش فلوس؟ لا ما سابليش يا نونو، هو قال لي لما تجوع ابقى تعالى رمزي كل في البيت براحتك، الحقوني بقى بشندوتش عشان هموت من العطش. يعني انت دلوقتي عايش شندوتش عشان انت هتموت من العطش، وهو قال لك لما تجوع تعالى كل عندنا، واحنا اصلا مفلسين. طب احنا هنعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي؟ مش عارفه هنعمل ايه. انا
انا جيت لي فكوره حلوه جدا. انت بقى تعملي باصلك دلوقتي وتبيعي السلسله العره اللي انت لابساها دي. ايه ايه ايه؟ ابيع السلسله ولا ابيع السلسله؟ ده انا اضحي بعين من عينيا ولو انيش ابيع السلسله. ده نسرح بمشط وفلات وابر بوابير ولو انيش ابيع السلسله. ابر بوابير عشان البابور يولع ويبقى كويس. مشط فلايات فلايات يا اساتذه يا معفنين. ميداليات ميداليات. مشط يا بيه جامد تعلقه دلايه تعلقه في العربيه تحطه في جيبك جامد وصغير ولطيف. تشتري مشط يا بيه؟ والله صاحب النظر يميز. ولا انت ما عندكيش نظر؟ طب وليه الغلط ده يا بيه؟ ما احنا اولاد ناس زيكم. دول الحاجه هي اللي خرجتنا. اشتري مشاط اشتري فلايات. مش دي ابله سناء يالا؟ سناء مين يا عم انت؟ دي واحده هبله. الابله يالا اللي في مدرستنا هي فيها شبه منها بس ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ تلاقيهم ما قبضوهاش في المدرسه. يا حوستي مش دول العيال بتوع تانيه خامس؟ الواد ده انا عارفاه من تانيه اول. بس ايه اللي جابهم هنا في القهوه؟ والله العظيم اللي عامل لهم استدعاء ولي امر. بس الحمد لله الحمد لله ما عرفونيش ما عرفونيش. يا سناء سناء الهي ربنا يفضحك يا بعيد فضيحة المطهر. يا أبلة سناء أنا هموت من الجوع. خلاص كده عرفوني خلاص عرفوني. يا أبلة سناء يا أبلة سناء يا أبلة سناء أبلة سناء. الهي تتخرس يا بعيد وتتقطع الاحبال الصوتيه حبل حبل. ليه بس يا ابله سناء بس؟ ما طول عمرك بتقول لي يا نقنق حبك دلوقتي سناء. خلاص يا حبيبه قلبي. بصي يا استاذه سناء انت تروح المدرسه وانا اللي هشحت مكانك. يعني ماشي. لو ما عرفوش سناء يعرفوا المدرسه ويعرفوا ايه يا ابله؟ ماشي. انت انت هو ده الشغل اللي انتم منهمكين فيه طول النهار؟ ده مفيش زبون اساسا دخل البازار من ساعه ما دخل. ده البازار بينش. امال عادل طول النهار مشغول في ايه؟ ما يا رانيا مش ده زيزون بتاعنا. زيزون زيزون بس انت يا شوال اسكت خالص اخرس مش عايز اسمع صوتك. فرجها يا رب فرجها والنبي يا رب يا رب هنشحن فرجها يا رب النبي. زبون 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 زبون. Hi. Welcome. Hi. How are you? Fine. Good morning. Je t'adore. Je t'aime. Le oiseau. Le oiseau. Is this? This. Oh, no. Is this Demirdash Hospital? Hospital. What? مستشفى الدمرداش. لا دي مش مستشفى الدمرداش. والله تشبهها. والنبي ايه؟ ما طلعش زبون يا رانيا؟ طلع مريض يا رمزي. يا رب انا قلبي شامم ان في زبون. يا رب النبي حبيبك يا رب هنشحن هنموت من الجوع يا رب. زبون زبون مشي. ما لقيتوش الرقصه في الغال. يا رب والنبي زبون واحد يا رب واحد بس يا رب حتى ربع زبون مخروم يا رب. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اتفضل. معلش انا اسف الظاهر انا دخلت محل غير المحل. لا ده هو دخلت المحل المظبوط صدقني هو نفس اللي انت عايز تخشه صدقني. لا لا انا متاكد ان مش ده المحل. هو المحل ده حضرتك متلخبط وقلقان. تعالى انا هريح حضرتك. اتفضل اتفضل. انتوا بتبيعوا ايه طيب؟ احنا حضرتك بنبيع يعني مسلات اهرامات ورق برضي اللي تحلم بيه اللي تحلم بيه. طب انا هعمل ايه بدا يعني؟ لا ممكن بص حضرتك ممكن نبيع لك تمثال بخمسة جنيه ايه رايك؟ لا 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 يا رمزي لا 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 لا, لا, لا يا رمزي لا لا ازاي حياتك. اقول لك على حاجه احنا هنبيع لحياتك التمثالين بخمسة جنيه. لا يا رانيا لا انا بص الزبون ده وحبيته من قلبي. بص احنا هنبيع له خمس تماثيل وايه رايك تاجر البازار كله باتنين جنيه في الشهر. لا 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 هقول لحياتك حاجه. ده احنا ما بنعملش كده مع الزباين اللي بتخش قلبنا. احنا حياتك ممكن ايه كل حاجه تاخدها كده ونديك وتدينا 2 جنيه ونص. لا يا رانيا لا يا رانيا مش عايزين فلوس يا رانيا. انا حبيت الراجل ده مش عايزين فلوس منه. بص انا هدي لك اكبر تمثال هنا في البازار كله وتدينا السندوتش ده. اصلا انا شبعت والنبي الله يكرمك.
اتفضل. حضرتك اهو، احنا ما بناكلش عرق حد. اتفضل، اكبر تمثال عندنا. شكرا، مع السلامه. ده صندوق بالجبنه؟ ايوه روني، خد السكر. لا 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 بس انا ايه؟ انا هتصور معاه الاول. اه صح روني، صح. هات الموبايل بتاعك. خد يا حرامي الموبايلات، يا حرامي الموبايلات. هات 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 هات. ايه انت بتهول نفسك؟ انت عبيط، انت اتجننت في مخك؟ مش شايفني حمود حفتس؟ التكييف وحش خالص. حاضر حاضر يا خالتي مراني، اهو اهو في زهير. مين صاحب المخروب ده؟ اهي حضرتك اهي. طب يلا يا حرمه امسحي لي الدزمه دي، ورانا مشاوير عايزين نقضيها. ايه ده، شيل رجلك، انت مش شايف اللي بيقول هنا هيلب يور سيلف يو ستوبيد؟ ده ايه الكلام الملعبك ده؟ مش معقول. هوي هوي هو مش قادر، مش قادر استحمل الغباء. ايه ما بتعرفش تعرف يعني ايه هيلب يور سيلف؟ يعني انت تمسك الفرشه دي وتت ياي الشيء اللي انت لابسه ده يا ماما وريحته وحشه. هرجع. هترجعي ايه بس يا خالتي مراني؟ هو في حاجه في معدتك عشان ترجع؟ اوي مساحه دزم دي ولا من النايل تيتيه؟ ايه نايل تيتيه والجل اللي انت بتقوله ده؟ مش معقول. هو ريحه مش طبيعيه كمان، مش قادر تمسك نفسك. بقول لك ايه، ايه اللي متعلق ده؟ انت دوست على كل الصرصورات اللي موجوده في مصر كلها. ايه الزباله اللي هرجع؟ هرجع موت. هي في الحقيقه بعافيه شوي، اصلنا لسه جاي من الزريبه دلوقتي. زريبه عشان كده ريحه. بص بقول لك ايه، جو اوت، جو جو، احنا قفلنا خلاص، انا مش بنعمل حاجات. امشي امشي افتي. ايه العالم دي، ارزقيه دول ولا فنديه؟ بص بقول لك ايه، انت راجل، انت روح اعمل حاجه في نفسك. الريحه بتاعتك مش معقول، وبعدين انت كده بتعمل تلوث في البيئه بتاعت مصر كلها. لا يا استاذ، يا انسه، يا استاذ. في ايه يا مرات عمي؟ لا لا لا، ما ينفعش الشغل بالطريقه دي. دول 10 ناس ييجوا يشربوا الشاي وما يدفعوش ولا مليم وياخدوا الكوبايات معاهم. طب ما فيش الا كوبايه واحده. كوبايه واحده؟ يا خبر ابيض. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مرات عمي؟ ده انا منقي لك يا مرات عمي احسن غرزه عشان تفرشي جنبيها. انا بقول لك ايه، اللي هيجي يشرب الشاي تقف جنبه لغايه ما تحاسب. يعني اقف جنبه اعمل له ايه؟ اكتفه يعني يا مرات عمي بقى. اسكت، في زبون جاي اهو. ماشي كويس ان واحد عشان كوبايه واحده. مساء الخير يا مودة. اهلا، مساء النور، اتفضل. هاتيلي 2 شاي انا والراجل اللي معايا ده. الراجل مين يا حضرتك؟ انت لوحدك يعني؟ هو تاه منك ولا ايه؟ ايه ده كان لسه معايا دلوقتي. صحيح انا لسه رميه في النيل من نص ساعه. رميه في النيل؟ طب ليه الهزار بقى التيل ده؟ افرض بقى قلبت بجد وهدومه اتبلت مثلا. اعمل له ايه؟ ما هو ابن طماع، الناس هتاكل بعضيها. تخيل ياكل عليا نص جنيه بحاله. لا لا لا، يستاهل قطم رقبته. الله ينور عليك يا ست العقلين. يلا هاتيلي بقى كوبايه الشاي، عايز اعمل دماغ واظبط الطاسه. حاضر حاضر، من عينيا، نص دقيقه بالظبط ويكون عندك الشاي. لسه عايز يعدل الطاسه؟ بقول لك يا مرات عمي، احنا هنحاسبه ازاي الراجل ده؟ اذا كان رمى صاحبه في النيل هيعمل معانا احنا ايه؟ صح. كبسه معلمه، كبسه. يا نهار اسود، كبسه، يا نهار اسود. طب انت بتجري ليه؟ هعمل لك الشاي. انت صاحب النصبه دي؟ يلا. لا حضرتك، انا كنت جاي اتفرج بس والله. امال مين صاحبها يا؟ مين؟ ايوه اللي هناك ده. وان حضرتك انه ده اللي هناك ده؟ وان حضرتك اللي رمى صاحبه في النيل. هاتوا الواد ده قبض عليه. ايه ده انا ما عملتش حاجه. طب اشرب الشاي. طيب يا فضحتك في المدرسه يا سناء، يا خسارتك في التشرد يا سناء. اهلك بيصرفوا عليك عشان تطلعي متشرده يا سناء. يا راز يا مامي هتنفجر. مش معقول، من ساعه ما مسحت للراجل الجزمه بتاعته دي ريحتها هنتنا، وانا عندي صداع. وانا واقفه من الصبح في البازار اني اعرف ابيع تمثال واحد. انا نفسي افهم عادل كان بيصرف علينا ازاي. يا ترى يا عادل يا ابني عامل ايه؟ ده احنا منبهدلين من بعدك ومش قادرين نتصل بيك ونقول لك احنا حصل لنا ايه. او ماي جودنس، او ماي جودنس، يا فضحتي يا فضحتي في وسط الهاي كلاس، مش العيره رنتو. طب انت ومحدش عارفك،
امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه لو دخلت المدرسه كده لقيتهم بيقولوا خبر الصباح في الاذاعه المدرسيه يا سناء؟ يا جماعه حرام عليكم، احنا مش هنفضل نعيط على اللبن المدلدق على الارض، احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا معانا كام وهنعمل ايه في الاربع ايام اللي جايين. انا بعت فليتين واربع ابر بوابير جاز بنص جنيه. هايل. وانا مسحت ربع الجزمه بربع جنيه. هايل. وانا بعت كوبايتين شاي بجنيه. هايل. وانتي نازل عليكي هايل هايل، انتي عملتي ايه؟ انا بعت اكبر تمثال في البازار. هايل. بسندوتش سجق بالجبنه. نعم اكبر تمثال في البازار. يا فلحه يا فلحه من يومك. طب فين الساندوتش؟ ايوه فين الساندوتش؟ ما هو الساندوتش انا كنت جعانه جدا فكلت انا ورمزي. يا جبروتك يا جبروتك يا شيخه، كلتي انت ورمزي ما فكرتيش في الشعب اللي حواليكي ده اللي بيكافح من اجل البقاء. مهزر، انا ما كنتش كلته من رمزي كان هياكله مني عشان رمزي كان جعان. مش مهم دلوقتي الساندوتش، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا معانا يعني دلوقتي ايه في الاربع ايام اللي جايين هنعمل ايه؟ يعني معانا كام دلوقتي؟ 175 قرش. مامي على فكره انا كنت محوشه فلوس فحصلت الوقت الزنق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا سنين، فلسه كبدي فلسه كبدي انت يا حبيبتي. مش وقت افلام، احنا كلنا جعانين. ما احكي كام يا ياسمين وريني. بصي مامي ربع جنيه. يا ريتك ما فتحتيها، يا ريتك ما قلتي خرمت انا وداني. خلاص 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 مش مشكله، احنا دلوقتي يا جماعه معانا ثروه، معانا 2 جنيه بحالهم، هنعمل ايه؟ انا هروح اجيب اكل دلوقتي. انتي تاني انتي تاني وهايل هايل هايل. لا هروح انا. يا سلوم، وليه بقى حضرتك انت اللي تروحي؟ ما انت صرفتي الفلوس زينا زيك بالظبط. يا جماعه يا جماعه فكروا معايا فكروا معايا بهدوء، هنعمل ايه في الراجل اللي اسمه الجرح ده اللي جاي بكره عايز فلوسه؟ هنعمل له ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ ممكن نهدى شويه، ممكن نهدى شويه. انا عندي فكره هايله جدا، احنا نلم حاجات احنا مش محتاجينها من مقتنياتنا ونديها له بثمن الفلوس. يوه بقى انت مش معقول. طب انا عندي فكره تانية ممكن تحل حل جذري للزنقه الماديه اللي احنا فيها في الفتره القادمه. ايه بقى؟ ياسمين حبيبي اللي انا كنت واخدها معايا عشان اروح اشتري بيها التماثيل. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني اتسرقت مني. يا موكوس يا موكوس. خلاص يا عزيز، انا ناقصك. انا ناقصك انا ناقصك، مش كفايه الناس اللي اتلموا عليا في القطر دول غاويين تقطيع قمصان. المهم الحمد لله ربنا كرمني وفكرت تفكير كويس جدا ورحت بايع شنطة الهدوم بالهدوم اللي فيها. الحمد لله. يا موكوس يا موكوس، تعالى تضم لاخواتك هنا في مؤسسه البؤس العالميه. الحمد لله ربنا كرمها والله، عندنا يا دوبك بس يا دوبك جبت التذكره بتاعت القطر وجيت على طول. الحمد لله. المهم بقى العفش فين امال؟ ما هو اصل يا بيبي احنا صرفنا كل الفلوس اللي انت كنت سايبها، فبعدين اضطرينا ان احنا نعمل عشان اللي احنا ما لقيناش صرفت 400 جنيه 400 جنيه في 10 ايام. انتوا اتجننتوا؟ 400 جنيه انت ده غير ثمن العفش كمان، ده انا هحجر عليكوا. وانت كنت فين؟ انا مش سايب معاكوا كلب حراسه. كنت بتعمل ايه؟ ما صرفتش حاجه دول والله. كنت بتعمل ايه؟ انا يا بابا جدي. انا تعبان انا حاسس بالسكاكين عماله بتقطع في التورته. مالك يا بابي؟ مالك بابي؟ بيودع خلاص، حاسس انها انفاسي الاخيره، حاسس انها ساعاتي الاخيره، المحطه الاخيره النازل ويلا. ما تخافش يا جدو حبيبي، معلش تكونش دي كرشه نفس كده وهتعدي، وان شاء الله الجهاز التنفسي هيرجع لنشاطه ان شاء الله. نشاطه ايه؟ هي دي حصه العاب؟ انا بقول لكم انا حاسس
حاسس بنفسه وحاسس بودع. انا بودع. سلام عليكم. انا بودع. سلام عليكم. سلام عليكم. حد عايز سلام عليكم؟ تعال 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 يا بابي، هجيب لك الدكتور. دكتور ايه؟ دكتور ايه اللي هيجي بقى يقعد يفتي ويقعد يقول ده عيان باين؟ وانا عايز محامي، عايز محامي، وعايز كوبايه الشاي، وعايز اتنين جبنه اسطنبولي سندوتشات في طاس بسرعه. بقولك ايه، انا هكلم عادل واقوله ان جده بيودع، يعني على اساس ان هو لو عرف ممكن يزعل قوي. ايوه عادل هو راجل بيته، لازم يجي يتصرف مع جده. اوكي. ايوه يا عادل، الحق جدك، ما بين الحياه والموت، الراجل بيودع. قولي له بيودع بين الحياه والموت وشبرا. ماشي يا رني، انا هتصرف. ماشي، سلام. غريب جدا، جد بين الحياة والموت يا سيدي. ايه ده بابا؟ سته بين الحياة والموت؟ ايه متعلق يعني؟ يا خوفي بقى يكون هو اللي معلقنا. خلاص بقى دول، نطلب له دكتور بقى. ده الطبيعي، لكن هو مش عايز دكتور، عايز محامي يا سيدي. خلاص يا دولا، يمكن بيرتاح على ادويه المحامي ده. بقول لك يا دولا، لو المحامي ده اغلى شويه ما تستخسرش، ده جدك برضك. استخسر ايه؟ المشكله مش في كده، المشكله ان جدي ده لو فعلا مات، وده احتمال بعيد يعني، ده ممكن يورثنا احنا كلنا. لكن لو بفرض ان هو مات واحنا اللي ورثناه بقى، يا انت قصدك ما انتش عارف جدي ده يعني، ده طول عمره بخيل، ده عنده املاك ممكن على مستوى العالم كله يعني. ايه ده دولا؟ هو غني اول الدرجات دي يا عم؟ غني اول الدرجات دي؟ يا نهار ابيض، ده مش مليونير، ده ملياردير، ده يملك على الاقل بتاع نص المغرب مثلا. الله يا دولا، الله، انت ابن حلال والله، وهتعمل ده ان شاء الله. دولا انت بقى لما هتبقى غني بقى كده، هو هتعمل ايه؟ قولي يا عارف. لو بقيت غني، يا دولا، بحلم ان اول حاجة اعملها ارفدك يا رمزي. ايه ده دولا؟ ده انت مستني لما تبقى غني عشان ترفدنا يا دولا؟ طبعا، لان طول ما انا فقير بتصعب عليا، وبعدين ايه يعني اللي يصعب عليك يفقرك، فانت عشان كده فقرني انت طول الوقت. لكن لما ابقى غني بقى، ده انا مش بس ارفدك يلا، ده انا هشردك. وعارف انا ممكن اعبسك، انا هيبقى لي بقى اصحاب عساكر وبتاع. ايوه دولا، بس كده يا عم هتكلف نفسك يا عم. نكلف نفسي ايه يا ابني؟ ما انا هبقى غني، ده انا ممكن اشتري مثلا اوضه خرسانه، اوضه خرسانه من اللي هي تحت الارض، ضيقه وضلمه، واحبسك فيها بقى، وتبقى الاوضه دي كلها ايه، سلوك عريانه، سلوك كهرباء عريانه، مش مثلا عليها بلاستيك ولا بتاع، لا كلها عريانه كده ونازله من السقف، والارضيه كلها غرقانه ميه، عشان لو انت ما اتكهربتش تموت غرقان. ايوه دولا، بس ممكن ساعتها تبقى الكهرباء مقطوعه يا عم. انت تعقدها ليه؟ بص، هشتري 3 اسود ما كلوش بقالهم سنه، وهشتري 4 نمور. بتحب النمور؟ واربع نمور بقى ما كلوش عمرهم خالص، وقد شويه تماسيح كده اهو بتاع 50 تعبان سام مسمم، وكلهم بقى حطهم معاك في الاوضه الضلمه اللي هي بكهرباء وميه دي. الله يا دولا، الله. بس يا دولا كده ممكن التعابين يا عم تقرص الاسود. انت خايف على الاسود؟ وعشان المخرج اسمه اسد. طمنا يا دكتور محامي، طمنا. والله انا عملت اللي عليا والباقي عليكم. جدكم قرر يكتب وصيه. وصيه؟ انا قلت لك من الاول يا عادل، الراجل ده مش سهل، اهو جدك طلع مش سهل. وصيه ايه؟ لا حضرتك، الميراث يتوزع بشكل شرعي. طب الثرواتوس والوصياتوس دي مكتوب فيها ايه بالظبط يعني؟ هو قرر يكتب كل ثروته لاكتر واحد بيحبه وبيهتم بيه. الله يا بابا سته. ليمون على الاتعاب لو سمحت. سناء، شوفي معاكي فكه. فكه؟ فكه ايه يا هانم؟ وانا ابيع له كبريت؟ رانيا شغلي لي جيبك وحاسب المحامي. ايه ده؟ انا معيش فكه حبيبي، انت قاعد تفرج عينه ولا هو مش جدك ده؟ يلا يا بابا ادفع. لا لا ما تبصليش يا حبيبي جامي، انا ما عنديش لرجانات خالص. نجاة مامي بتندهي عليا. ثانيه واحده، اتكلم مامي وجايه لك تاني. ياسمين، الحصاله بتاعتك هاتيها، افتحيها اكسريها طلعي اللي فيها. انا ما عنديش حصاله. يا بنت عيب كده يا بنت. الله الله، ده ايه الحب والاهتمام ده؟ ايه رايكم بقى انا هدخل اقول له لا فيك وحد بيحبه ولا بيهتم بيه، وانا بس اللي بحبه مش هاخد منه فلوس، جايز يمكن يكتب الوصيه باسمي. ازيك دلوقتي يا بابي؟ انا عملت لك جوز فراخ عتائي، انما ايه، هيرجعك لسن العشرين. جوز فراخ ايه؟ انت بتاكلي عيل صغير يعني؟ يا نعم معقوله يعني انا اكل جوز فراخ
وبعدين هبلع الفراخ بايه؟ فين اللحمه يا نعام؟ فين اللحمه؟ ما انا بسلقها لك يا بابي. لا بس انا عايزها محمره وعايز يلا حاضر هحمرها لك. خلاص واسلقيها بسرعه بقى. بقول لك ايه يا بابي؟ كده برضو تسويني بالناس اللي بره في الوصيه ده؟ انا كنت فاكره انك انت هتشلي نايبي على جنب. نايبك ايه؟ وانت هتورثي فته؟ بس يا بابي انت عارف ان انا بحبك ومفيش حد بيحبك قدي. وتحبيني ليه يعني؟ انا عمري ما كنت اب حنين معاكي يعني، ده انا مرمطتك من وانت صغيره، كنت بمرمطك. بس بحبك موت. وحتى عمري ما جبت لك شوكولاتايه ولا حتى جبت لك صباع بتاع ده. برضه بموت فيك. وعمري يعني حتى ما جبت لك، فاكره ما قلت لك اجيب لك بسكليت اما انت تهببت نجحت فاكره، وانا خدت الفلوس بتاعت البسكليت ورحت صرفتها على نزواتي. كل الرجاله كده بيتصرمحوا عادي. انا ما كنتش عايزه سلوتك كلها، انا عايزه بس ربعها عشان اتسيغ بيه. خلاص يا نعام الصياغي، الصياغه يا نعام، انت بنتي ورا ابوكي ورا عند بنتي والصياغي وعلى راي المثل البنت قالت لابوها عايزه ورثك يا ابا، ابوها قال لها سيبينا فكر بقى، سيبينا فكر. ها طب يا حبيبي فكر على مهلك، فكر على مهلك. وهاتي اللحمه يا نعام بقى اللي انا قلت لك عليها. هيا يا ماما. كتب لي قد ايه؟ ما كتبليش حاجه بس هيكتب لي. ها يعني هيكتب لي كام؟ قاعد بيفكر وبيحسبها مع نفسه عقبال ما اشوح اللحمه. ماشي عقبال ما انا ادخل له. تعالي هنا. هتخشي تروحي فين؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ الشرع بيقول واحد من عيلتكم واحد من عيلتنا. ده جده انا يا روحي، ده جده انا يا قلبي، انت مالكيش فيه، انت حيالله مرات حفيده. استني بس انت، انا عايزه اقولك على حاجه. سرق يا حبيبتي، جدك اللي بتتكلمي عنه ده بطر كل صله الرحم بينكم وبينه من ساعه ما كتب الوصيه. ها مش هتخشي له، انا اللي هدخل. انا عايزه اقولك بس على حاجه حبيبتي، انت لازم تتعايشي مع الموقف لحد ما انا ادخل واطلع لك. لا مش هتخشي له. سناء بقول لك ايه؟ بقول لك عشان تعايشي يا قطه. تعايشي تعايشي. الجد الجد هو الجذر، ونحن الفروع، وأولادنا هم الأوراق. إيه شجرة الجوافة اللي دخلت على ورقة دي؟ مش واخد بوابة فزار زراعة؟ فزار زراعة جدو حبيب قلبي، حضرتك عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ غير 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 غير. رب أب، رب أب لم تتزوجه مامتي. ايه ضحك عليها وخلي بيها ولا ايه؟ طوال الثمان سنوات المتتاليين من زواجي من عادل مفيش حدث واحد هزني من جوه زي يوم مجيئك، يوم شروقك في صاله بيتنا. شروقك اللي هو الشروق والعبور والتجمع الخامس ودار السلام. دار السلام دار السلام. لا 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 لا، يبدو اني فقدت القدره على التعبير بحضورك الطاغي. جدو ساعدني، ساعدني على صياغة موقفي أرجوك. وانت كمان عايزة تصيغي ايه العيلة اللي فقرانة دهب دي؟ لا 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 مش درجة صيغة، مش هتوصل لدرجة صيغة، الحمد لله الواحد متصيغ يعني. هو كل الموضوع يا جدو ان ساعات الواحد يعني المعايش يا جدو، المعايش صعبة قوي. هي بتبقى صعبة الأول يعني، وبعدين بيقول لك إملاء واملأ ما بين الخط وضع خط تحت وضع القلم عشان نلم الورق، وبينجحوا على الحروك روك روك روك. الواضح أنا مش عارفة أوصل لحضرتك هو الموضوع وما فيه، إن الواحد اليومين دول ساعات كتير بيبات من غير عشاء. من غير عشاء وفي ناس بتبات من غير عشاء وبيباتوا من غير فطار، والغدا ما فيش غدا خالص، والحمد لله واكلين شاربين نايمين والحمد لله يلا. اقوله ايه الراجل ايه ده؟ اقول لك حاجه يا جدو. ايه الرعب اللي انت عاملهولي ده؟ عايزه ايه؟ انا بحبك قوي. تحبيني؟ طيب يعني بصي اكتبي ورقه بقى وفيها ايه تليفونك وورقه فيها عنوانك وورقه كمان وورقه بقى ارد عليك عشان افكر. انا هفكر. طب هو انت بتاعت حد؟ بتاعت عادل. سيب ايدي. عادل ده زباله، ما يطلعك بتعليلي. ها بتعليلي ما تخافيش، خدي وروحي هاتي لي لحمه وهاتي لي فطير وهاتي لي ام علي وهاتي ام علي نفسها، خليها تيجي تقعد جنبي هنا. يلا اتكل على الله اتكل على الله.
نعبك طلع على شنو واداكي بالشلوط. لا يا حلوة، الراجل بيعيد حساباته واملاكه عشان يعرف هيديني ايه. رانيا رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش اي حاجة؟ لا هو من ناحية جفة هو جاب بصراحة. طيب اخشيله انا بقى. لا 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 ما انصحكش يا عادل تخشيله خالص، لانه الحقيقة لما جاب سيرتك ما كانش بالخير خالص. الله، هو الراجل ده بيكرهني ليه؟ انا عملت له ايه عشان كل شوية يقعد يكرهني؟ ده انا مقعده في... بصي انا ماشي من البيت ده. تمشي من جتك مشش في ركبك. استنى اصبر لغاية ما احصل على الثروة بتاعته. قال تمشيه. قال ماشي ماشي. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجة؟ ما كانش نفسه يقول لي حاجة؟ أهلا يا أبيحة وسماء. عارفة أنا أكتر حاجة ويعني أنتي واخدة مني طولة لساني وكده. ولسه يا جدي هاخد منك أكتر وأكتر، بس احدف أنت. وانت عايزة تورسيني؟ انت طمعانة، انت طمعانة طمعانة. بس صدقني يا جدي انا لو خدت ثروتك هصرف منها جزء ليك، هعمل لك سبيل مية ساقعة كده عشان كل اللي معدي يجي يشرب كده من السبيل ويرتوي ويقعد يقول الله يرحمه الله يرحمه راجل طيب، وهفتح لك حضانة الاطفال الصغيرين وهسميها جدو رواش، والاطفال الابرياء احباب الله دول كل ما يجي داخلين الحضانة كده يقعدوا له ايه الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه. والاطفال اللي هيخشوا الحضارة وانت هتاخدي بينهم فلوس كل سنة وفلوس الاوتوبيس؟ انت تكرهي المكسب يا جدو؟ انا اكره المكسب لأي حد. بطل شر بقى بطل شر، ده انت رجل برا ورجل جوه، ده انت بتموت. ويعني ايه يعني؟ يعني وانت هتعملي مدرسة وبعدين وانا عندي فلوس في البنك وانت معانا وعندي فلوس في البنك. والارض انت هتخنصر وانت بتموت ولا ايه؟ انت ناسي الارض؟ ايه الارض؟ الارض اللي في الفيوم، وانا الارض اللي في الفيوم انا هتبرع بيها للحكومه عشان تعملها معتقل يعتقلوا فيه كل اعدائي. يا اخي يوم ما تبني ويوم ما تتبرع تبني معتقل، تبني لك ملجا للايتام. ملجا ايتام ايه؟ وانا يتيم، انا ابوه وام مات وابوه وام مات، وملجا ايتام ايه؟ وعرائي المثل قالوا يا جارية اطبخي قالت ابوه وام ماتوا عشان ايتام. أعوذ بالله أعوذ بالله، ده يغور بفلوسه. ايه ده؟ خلاص انا كنت متاكد ان هو هيرفض. دولا انا هدخل بقى انا كمان بقى علشان هو، انا متاكد ان هو بيحبني اكتر واحد يا دولا، وبعدين هو وعدني اكتر من مره ان هو هيديني الساقيه بتاعه الفيوم علشان اشرب بقى براحتي. لا يلا، ده هو عايز يشغلك على الساقيه بتاعه الفيوم بدل الطور يا حمار. بس برضك احسن من شغل البازار. بازار خش خش الهي ما تخرج. ماشي ماشي اوعي. بابا زيتو بابا زيتو هيموت بابا زيتو بابا زيتو بابا زيتو بابا زيتو. يا عمار مش وقت الفقرات دي دلوقتي، اقعد اقعد اقعد. قول لي بقى بابا زيتو بقى، انت هتموت دلوقتي ولا كمان شويه يعني؟ والله يعني لسه بفكر بفكر بفكر. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايك تموت على الظهر كده الساعه 12؟ لا الظهر الدنيا تبقى حر وهطلع من عمر مكرم والاشاره وزحمه ومفيش اشاره وفي عسكري. بس انا عندي بقى فكره تانية، ايه رايك بقى بابا ستو انت تموت بقى بالليل علشان يبقى الدنيا تروى كده اهو، بس ايه بقى اهم حاجه؟ انك تكتب لي الساقيه بتاعه الفيوم. والفيوم فيه 7 سواقي وعليهم مشاكل في الورث وبعدين الاقصر بلد سواح. واستنى وهفكر. لا انا مش هقعد استنى بقى، انا عايز اورثك واخلص بقى. لا وبعدين انا علشان اامن بقى مستقبلي يا بابا ستو، عشان دولا دهون اكيد هيطردني بعد ما انا اشتركت في مغامراتك كدهون ضده، وبعدين الاقي بقى ساعتها فلوس اضرب بيها كوكتيل. استضرب يا مدمن يا مدمن يا اهبل، مدمن واهبل وتضرب كوكتيل يا اهبل يا مدمن. لا بقول لك ايه، عايز حاجه؟ وراي المثل ويعني مدمن وعايز يورث ويضرب كوكتيل يا اهبل. ماشي ماشي ماشي، انا سبتك علشان قلت بقى هتقول حاجه كويسه، لكن اهبل تاني اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ما ورثكش. ده ورثني، تعالى ورثني ورث ورثني ورث. لا لا اتحايل عليا كمان اتحايل عليا كمان. اتحايل عليك يا جذبه وخلاص، وانا هورثك انا هخليك تورث. بص حط ايدك تحت السرير. ما تقولش تحت السرير شايل لي الساقيه صح؟ ساقيتي يا اهبل يا اهبل، ساقيتي يا اهبل. هتلاقي تحت السرير ده فيه كيس بلاستيك وفيه تفاحه وفيه موزايا، وخده بيضرب كوكتيل وقطعه وبيضرب كوكتيل. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك تحت السرير. اه بص، وهتلاقي هو فيه كذا كيس بينهم،
فيها تفاحة وفيها بوزاية وهاتهم. لقيتهم. بابا ستو بابا ستو. لا ما تخافش ما تخافش، انا بوت دقيقة كده وقمت على طول لقيتهم. ربنا يخليك اهوت يا بابا ستو، ربنا يخليك يا رب، ربنا يا احلى جدو انا ورثته في حياتي عمرها. وانت طول عمرك بتقعد تورث جدودي يا ابن ايام اجدادنا الفراعنة. ايوه يا بابا ستو ربنا يخليك. بص بقى انا هطلع بقى دلوقتي علشان اخليهم يجيبوا لي سكينة عشان اقسم بقى الورث دون عليا. بس هو عادي يا ابراهيم، حد يضحك عليك والواد عادي اللي هفق ده وهياخد منك الورث اللي انا ورثته لك ده؟ لا عيب، ده انا ابو الرماميز. بص بقى يا بابا ستو، انا هدي دوله ده بالذات بقى النوايا اللي بتبقى جوه المزايه ده اهي. يعني المزايه دي جواها نوايا؟ يعني انت بتاكل اللي بره وبترمي اللي جوه؟ انا باكل اللي بره. بص يا بابا ستو كده اهو، يعني باكل دي انا عشان ساعات بنسى وبرميها واتزحلق فباكلها بقى. بتاكل دي؟ وبرمي بقى البذره ده اهي. البذره دي انا اربعها لك، انا اربعها. يعني انت هتاكل دي؟ باكل بقى دي. طيب يلا قطعها على الكوكتيل مع التفاح. يلا اتكل على الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا بابا ستو تجيب ارميها لك؟ لا هربيها، انا هربيها على بطريقتي. يلا اتكل على الله. ربنا يخليك يا رب. يلا اهبل يلا. البذره طعمه اتغير على زمان خالص. ياسمينة تعالى يا حبيبتي. وفعلا وعز الولد 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 وانتي عاملة يا ياسمين يا حبيبتي؟ وجهزولي جد يا ابوكي يا ياسمين. جدو انا مش عايزك تموت. والله يا ياسمين ولا انا عايز اموت، بس هو بيبقى ساعات سنتين كده بيجوا كذا حد وبيجوا ممكن ابقى. يلا محتاجين حنانك اكتر من الفلوس. ياسمين بقى ما تقعديش تقولي الكلام ده عشان ممكن اضعف واكتب لكم ثروت. انت عايزه ايه؟ مين يلغيني بعدك؟ وعندك امك بقى اقعدي لغيها وهي تلغيكي والعبي في مراخنا. مين اقول له يا جدو بعدك؟ بت انت جاي تبلي فينا يا بت؟ جاي تبلي فينا اوعى تكوني جاي تبلي فينا يا بت. انا بحبك، ده انا طفله صغيره لسه ما اعرفش الكلام ده. بقى على مين يا بنت؟ على جده؟ بنت اتكل على الله، اتكل على الله وروحي قولي لمسلطينك جده طلع مش زهايمر وفاكر وعارف كل الحاجات. ويلا انت ماما وانت بابا. انت هتعملين فيها انور واجري؟ لا يا ولا اجري 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 يا بنت اجري يا بنت، اتكل على الله اتكل على الله. حتى العيال الصغار علموهم ال يلا. بونسوار. ايه الطبقين المهلبيه اللي جم حلوا عليا دول؟ والواحد قاعد قاعده ناشفه وحته طريه. وتعال تعال 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 اقعد 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 اقعد. والواحد ما بيصدق يلاقي يعني. وايه القعده دي؟ يا حبيبي اعتبرنا من هنا ورايح ان احنا الوان السما السبعه. اللي هو بتاع ليلى علوي. احنا اللي هنلون حياتك يا جدو. وهتلونوا حياتي بقى بالفرشه ولا هتدلدقوا على الارض ولا وانا بحب اي حد يضحك عليا ولا اكتب لكم ثروتي عشان انا اهبل انا اهبل. اوعى تقول كده على نفسك يا جدو. وانا بقول كده على نفسي عشان بضعف قدام الجمال يعني وانا بضعف جدا. وكنت فين يا لحم لما كنت انا جزار؟ وكنت فين يا خشب لما كنت انا نجار؟ وكنت فين يا رز وعايز كام كيلو؟ روشتي حبيبي دمك زي الشربات قطع. عايزه اقول لك حاجه، اوعى تكون كتبت حاجه لحد، يعني تكون كتبت حاجه لانعام، كتبت حاجه لسناء، حتى بنتي اوعى تكون كتبت لها حاجه. لا وانا اهبل وانا اهبل. لا ما كتبش حاجه، انا لازم الفلوس بتاعتي تقضيني لغايه اخر ساعه من ساعات عمري. وهي الساعه كام؟ حبيبي انت عارف مشاعراتي يعني نواحيك انت، ومشعوراتك انت نواحياتي انا، يعني احنا بنحب بعض مش كده؟ وعلى فكره بقى يا جدو، انت لو في اي يوم من الايام فكرت تتجوز مامي انا عمري عمري ما هبص لك بصه جوز ام او انك خدت مكان بابي او كلام الحاجات الغريبه دي. لا والله يعني انت بنت متربيه يعني، وصراحه عرفتي تربي سنيه ويعني وبنتك ما شاء الله وكبرت وهي وكبرت وممكن اي حد يضحك عليها. بس طبعا يا حبيبي وانا كنت بلعب اي نوع، انا باخد بالي من نفسي ومن شبابي على طول، لكن برضو انا ما بنساش ان انا ماما.
نزواتي هتضيعني هتضيعني يا اخوانا ابعدوا عني ابعدوا عني بس انا اصلا يعني الفلوس بتطلع مني بالعافيه يعني ده انا حتى اما بحلق الجنيه بيطلع للحلاق بعد يلا تأكد يا روشتي انك عمرك ما هتندم. انا عاوز اندم اصلا عشان انا بحب يعني ان حد يضربنا على فايا، بحس اما حد يضربنا على فايا كانه ضربت مثلا زبادي خلاط. بألف هنا وشفا يا جدو، هبقى اقوم اطلب المحامي؟ لا انا عايزك تطلبي لي واحد شاي وبلاش المحامي بعدين، وبس حد يروح وحد يفضل عشان أحد. مين اللي هيقوم؟ طب اقوم انا بقى اجيب الشاي. يا نهار اسود الهقوني بيتحرشوا بيا. انا متاكده ان الثروه هيكتبها باسمي انا. نو جامي يا ماما، انا متاكده ان هو وعدني انه هيكتب الثروه باسمي انا. وليه مش انا؟ الله، وليه ما يكتبهاش باسمي انا؟ لا اكيد انا. طبيعي انا صاحبه البيت وهيكتبها باسمي انا. لا 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 هيكتبها باسمي انا طبعا. لا طبعا باسمي انا. لا 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 انا. خشوا بتاعت ده هو البيت وده بيتي وهو انا وعيال وبركولي، وانا اتجوزت وهتجوز يعني، ودي هتجوزها واخلف بقى منها عيال ومش هموت النهارده وهجيب 3 4 عيال. تعالي تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حط الحاجات دي هنا. شكرا يا ذوق. اي خدمه يا جميل. استنى تعالى خد دول قشرهم وكلهم. ده كتير ده كده يا هاني. ايه يا عم مش كتير عليك؟ مفيش عروس اجنبي المره الجايه؟ اتكل على الله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا كلكم شوفوا جبت لكم ايه. جبت لكل واحده فيكم هديه. خير يا سناء يا حبيبتي، انت حاسه نفسك انك هتودعي وتسعدي ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله العدوين. شو العدوين؟ الحق يا رانيا، الحق الست دي بتشتم الماما بتاعتك. ماما بس حرام عليكم، يوم يعدي علينا من غير مشاكل بقى طول النهار. شات اب يوز تو. ما جيت رغم ان انت ما تستاهليش، بس برضو فكرت فيك. اتفضلي مع اشواقي وقبلاتي. الصبغه اللي كنت بدور عليها الشقه، صبغه ايه اللي جايبها لي يا مامي؟ انا لسه شعري طبيعي، لسه بدري على الصبغه. عندك حق، لسه بدري عن الصبغه، وكنتي قلبه البلد عليها. رانيا اشواقي وقبلاتي. ايه ده؟ كتاب الوساوس القهريه الجزء الثاني. الله ده حلو جدا. فلاشه 4 جيجا يا نجلاء، جابت لك هديه. ماما انتي ست الكل واهم واحده في البيت ده كله. شوفي بقى يا ماما جبتلك ايه. وريني يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، ده البلطو اللي انا عايزاه. لكن ليه ده كله؟ بصراحه يا ماما كده يعني كنت نازله اتسوق مش كالعاده يعني على غير عادتي، كنت نازله شويه بنس، افتكرتكم جبت لكم كلكم هدايا عشان في مناسبه جميله جدا. انا طالعه اعاره يا ماما. يا شيخة احلى 5 ساعات في حياتي بجد. خلاص يا ماما، باي باي كمبورة، هسافر. فقلت اخذي عينيكم لطفل الحجر واجيب لكل واحدة فيكم هدية عشان ما تضربونيش عين وانا طالعة في المطار اتعكش لا اشوف مصر ولا برا مصر. سناء حبيبتي، هو انت هتسافري بجد ولا بتتلاعبي بمشاعرنا الجريحة؟ لا يا حبيبتي مش بتلاعب، الجواب جه ودوري خلاص جه والسفر كمان اسبوع وهغور من وشكوا، بس اللي انا مستعجباله ان انا حاسة انكم هتوحشوني. عارة ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ انت اتجننتي؟ عايزه تسافري لوحدك؟ ما عندناش بنات يسافروا خالص. يا طنط حرام عليك يا طنط، ده العالم كله اصبح قريه صغيره. ثم ايه اللي حياتك خايفه على ايه؟ سناء محتاجه تروح وتسافر عشان تكون نفسها زي ما انا محتاجه اكون واتنفس. وبعدين يا طنط خايفه عليها ازاي؟ دي شخصيه منفرده رايحه تطلع عين الناس، اساسا دي شخصيه اساسا خنيقه. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. من فضلك ما تتدخليش بيني وبين بنتي، احنا طبعنا غير طباعكم، احنا مش فاتحينها على البحري، ما عندناش بنات يسافروا لوحدهم، فاهمه؟ تبقى الشوم اللوم. يا ستي اسكتي يا ستي، بكلم مامتي اديني فرصه. يا ماما ما تعيشيش في دور المراه السعاديه، انت لسه خايفه عليا وانا عيله صغيره؟ وبعدين خايفه عليا من ايه يا حسره؟ ما انا قاعده ملقحه جنبك اهو بقالي 100 سنه. يا ماما دي فرصه العمر، وبعدين كلامك فات اوانه، انا مضيت ومسافره كمان اسبوع وجاي تضحكي عليا بالبلطو ده؟ خدي حاجتك مش عايزاها، ولعلمك لما يجي اخوكي انا ليا كلام معاه. اوعي اوعي. حبيبتي
حبيبتي يا سناء. هتسافري بجد يا حبيبتي؟ ايوه. احمدك يا رب، انا حاسه ان هلال رمضان جه. طب ما تلحقي يا اختي تقومي تتسحري بقى. ايه ماما خير؟ خليتيني اسيب الشغل واجي على ملا وشي. خير؟ وشك هيبقى في الارض قريب. ليه، في حاجه ضاعت منك في الارض عايزاني ادور عليها ولا ايه؟ اختك الفلتانه عايزه تسافر في اعاره. اعاره؟ طب والله كويس قوي. اهم حاجه بقى ماضي عقد وخدت عربون واحسن يضحكوا عليها. اخس عليك، ده انا ما عرفتش اربي. ايه، قالت لك انها مش هتبعت لك فلوس من الاعاره؟ اخسين عليك انت واختك اللي ما عرفتش اربيهم. ازاي تسمح لنفسك ان اختك تسافر لوحدها؟ طب ما تسافر يا ماما عادي جدا. ما هي سناء قبل كده سافرت لوحدها اسكندريه وسافرت القناطر، ومره زمان خالص سافرت الفيوم عادي. بس دي في بلد غريبه هتبقى لوحدها، الناس هتقول علينا ايه؟ يا ماما الناس اولا ما يعرفوناش خالص هناك في البلد الغريبه اللي هي هتسافرها دي. ثانيا يا ماما سناء ما تلاقيش عليها لانها عامله زي جنيه الورق، ملوش اي قيمه هناك، هناك في عملات تانيه، مين هيبص لها يا ماما؟ لا يا اخويا، احنا لا خواجات ولا بنرمي بناتنا، مش زي عيلة مراتك. الله 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 الله، وليه الغلط ده؟ طب يا ماما طيب. يا سلام، غيران عليهم قوي كده ومش غيران على اختك يا بارد. يا ماما انا يعني عايزاني اعمل ايه؟ طب يا ماما عايزك تثبت لي انك انت راجل وجامد وبتعرف تاخد موقف وما تسيبش اختك تسافر لوحدها، يا كده يا هسيب لك البيت وامشي. هتسيب البيت تمشي تروحي فين يعني يا ماما؟ مالكش دعوه، وانا ما اعرفش انا هروح فين. يا رب يا رب نفسي اشوف راجل يحافظ على عرضه، لا جوز ولا ابن. لا 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 لا، الابن ده اتفرج عليه. انا بقى هفرجك دلوقتي يا ماما على سناء وهعمل فيها ايه. بس اوعي بقى يا ماما قلبك يحن، يعني لما تلاقي شعرها طالع في ايدي كده ما تبعتنيش بقى الاجزخانه اجيب لها كريمات والكلام ده. مستعده تشوفي انا هعمل فيها ايه؟ اتفضل. اتفضلي. اتفضل. اتفضلي. وريني بقى هتعمل ايه سناء. اوكي. مع حد او هي تحرجنا قدام حد يعني؟ لا لا عادي، اللي بيحصل ده عادي وطبيعي، انا كنت متوقعه حاجه زي دي. لا حضرتك ذنبك ايه، انت مفيش اي لوم على حضرتك، ده بختي انا. معلش معلش، يلا 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 في 60 داهي. عايز ايه؟ بالنسبه لموضوع الاعاره، خلاص فقرتوا فيها، خدت رجلي. الله، الف مبروك يا حبيبتي يا سناء، خدتي احسن رجل ذهبيه لاحسن مدرسه. لا مفيش اعاره. شفتي من قبل ما اكلمها. ليه يا سناء؟ ليه اتلغت ليه؟ هو انت على قائمه الممنوعين من السفر؟ لا، على قائمه الممنوعين من الفرح. حظي بختي الاسود اتطلقت وقلت عادي يا بنت عيشي في الحياه صون فصون. ايه صون فصون دي؟ اللي هيكلمني في اللحظه دي هديله بالجزمه. بصي طالما ما بتعمليش حاجه غلط شغلي الجزمه زي ما انت عايزه. لكن واضح خلاص ان انا بقيت عره، بقيت على قائمه المنبوذين. حظي، مش بقول لك بختي قال ايه لغول الاعاره، عارفه ليه؟ عشان معيش محرم. بتهرجي يا بنتي، طب ما تروحي تشتري من هناك، ده حتى هناك هيبقى ارخص من هنا بكتير. انت بتكلمي في ايه يا رانيا؟ وايه اللي ارخص؟ الله، مش المحرم ده اللي هو شبه الكاش مايو؟ كاش مايو ايه يا ماما؟ هي طالعه يعني تعمل اعاره في شاطئ النخيل؟ المحرم ده اللي هو زي اخ او اب او ابن كده يعني. يا سلام، بلد محترمة بصحيح. أنا لو كنت أعرف الحكاية كده كنت وافقت على طول على سفرها. حد عايز مني حاجة؟ أنا داخلة أوضتي، عندي كراسات عايز أصلحها، مفيش ولا واحد من العيال دي هينجح السنة دي. أيوة، مش هم عايزيني أعدلهم في البلد؟ أنا أعدلهم في البلد بقى، هأطلهم مسيرة التعليم. رانيا تعالي معايا. يا رب يعدلها لك يا بنتي وتغوري من وشي. وبعدين يا عادل هنعمل ايه مع سناء؟ تقلقيش، مصر ياما بتستحمل، والعيال اتعودوا خلاص يعني. يعني مناهج بتتغير، مواد كتيره بتزيد، العيشه بتغلى، رمزي بيتوغل، عادي بقى هنعمل ايه؟ قولك يا عادل، على فكرة احنا بنتكلم عن الخاص مش عن العام، فانت كده خرجت عن السياق. خلاص، مادام خرجتك عن السياق مالكيش خروج بقى الاسبوع ده تاني. خلاص، بص يا بيبي، اساسا سناء كانت متورمة، بعد اللي حصل ده هتنتفخ وتنفجر وتفش فينا كلنا. لا بصي، انا نفسي انها ما تفشش ولا حاجة، وبعدين اكتر واحد في الدنيا نفسه ان سناء تسافر تهاجر يتقبض عليها مثلا انا، بس هعمل لها ايه؟ اجيب لها محرم من الدولاب يعني؟ هتلاقي محرم من اي حته. اتصرف يا حبيبي، حرام عليك تخلي سناء تفضل قاعده على قلبنا كده. محرم 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 محرم.
محرم محرم محرم. انا عندي محرم، بس على الله سناء بقى هي اللي توافق. عايز ايه؟ ايه ده؟ شفتيني ازاي؟ سبحان الله بتشوفي بقى فاكي؟ يا ابني انا بوش في السبوره كده وابقى فايه شايفه الواد اللي بيكسر مصطله صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه؟ هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، اعاره ومحتاجه محرم، هتنك على ايه؟ يعني برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول وبعدين وافقي او رفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم، انا موافقه عليه يا عادل، بقولك في موقف ضعف، موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجه؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم. لا ابن عمهم يا عادل. بصي اي حركه خيانه، انا لسه حافظ الحركات بتاعت الكاتا، ها ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغيرين. رمزي يا عادل لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل، كانك واخده معاك المسطره، واخده معاك الاستيكه، اعتبريه استيكه بجد. هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر صراحه، يعني ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره بس بجد، انت برضو اختي يا سناء، عايزه اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه، بس مش معقول هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك، اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ انا ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع يا دولا؟ انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. يا انت خايف مني ولا ايه؟ انا اضربك معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يلا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يلا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى، انت عشان ابن عم وانا بحبك محضر لك مفاجاه غريبه. لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولا جيت لي على الجرح انت يا دولا. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا يالا يخرب بيتك. لا يا رمزي لا، يعني انا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك اعلى من كده بكتير. نفسك في ايه يالا؟ لا ما مش معقوله بقى. لا معقول يعني؟ اقول لك ياد قول يا. ايوه دول بس دي صعبه مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي اخد لفتين بالعجله النصر بتاعت عم عبد اللبان. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان ياد مش قصدي كده. يالا لا يالا لا لا يالا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله يالا. لا يا دولت، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر.
سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان تعالى يا رمز تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضلك مفاجاه فظيعه يالا. ربنا يخليك. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه دولة في التلفزيون بتاعك اللي في البيت دولة، ما بتجيش في تلفزيون القهوة خالص. يا مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحدة ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولة ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحده بس، هي سناء دولة. انا بحبها قوي دولة، وتقدمت لها قبل كده 15 مره يا عم، وانت رفضتني يا دولة. يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجه رفضت، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه يا رمزي، يعني ما انت صراحه يعني ما فاكش حاجه، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولة، دي انا عرفتها، مغمطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا انا اتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي. بطولك انت دولة يعني؟ ما ينفعش مثلا يبقى بطولة انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولة. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولة. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل، يلا يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولة انا عارف دي، انا دولة عارف. دولة انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ اه سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولة بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها دولة. بطولة؟ قد كده مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل يلا. ماشي يا دولة، يعني انا افهم من كده هنا دولة ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولة، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمة ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانة من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكلة ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهولة، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجة نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. ايوه يا بطل، الله اكبر. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلعوه يا بطل؟ لا يا دولة. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولة انت شايف الحيطه اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفتهاش. يا جماعه يلا بقى خلصونا بسرعه، عايزين نخلص بقى. كان ايه عادل انت بتستعجلنا ليه؟ حرام عليك، دي مناسبه ما بتتكررش غير كل قرن مره، خلينا نفرح يا اخي. اه يا بنتي يا ايامك السودا يا حبيبتي، بقى انا بنتي تترمي الرميه دي؟ يا عيني على ايامك اللي جايه يا بنتي. يا ماما يا ماما كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي ما تكرهنيش فيه زياده ما انا كارهه كده. احنا مش كنا نسال عليه الاول يا ابني؟ يا ماما نسال عليه ليه؟ نجيب لنفسنا الشتيمه ليه؟ ما احنا عارفين الاجابه اللي هتجيلنا، وبعدين ده جواز مصلحه يا ماما، عايزين نخلص من اي واحده في البيت ونفضي البيت شويه. هتزفولي دلوقتي ولا كمان ربعايه؟ ايه اللي انت لابسه ده يا سناء؟ ايه اعلى من مستوى العريس؟ لا يا حبيبتي، انما لبس اللي حضرتك لابسه ده لبس شهر العسل. شهر العسل ايه؟ هي ربع ساعه وبعد كده بالجزمه.
ماما يا ماما كفاية دموع الفرح اللي عندك دي بقى يا ماما. ده دموع القهر يا أخويا. إيه ده غريبة، سبحان الله شبه دموع الفرح بالظبط، نفس المية. ألو؟ لا سلام مش فاضية، لا أصلها بتتجوز الحمد لله. لا لا ممكن حضرتك تكلمها بعد ربع ساعة بعد ما تخلص جواز. إيه ده؟ المديرية؟ طب لحظة واحدة. ألو؟ أستاذ حلموس؟ أنا آسفة يا فندم إن قلت لحضرتك غور في داهية، كانت الفرحة واخداني واخداني واخداني، أنا آسفة. إيه؟ هي ما كانتش اتلغت ودلوقتي اتلغت؟ طبعاً طبيعي، لا 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 لا، حضرتك مالكش أي ذنب. بقول لحضرتك إيه؟ غور في 60 داهية، يبقى المجموع عندك 61 داهية. ماما الأعلى اتلغت، وحتى لو طلعت مش هطلع قبل سنتين. لا حرام عليكم. طب وبعدين ايه الحل؟ مفيش حل. يعني ايه مفيش رمزي؟ مفيش رمزي، مفيش رمزي. انت ايه اللي جايبه ده يالا؟ ايه اللي جايبه ده؟ جايب لي علبة كبريت يالا؟ لا يا دولة دي هدية الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى، علشان احنا انا جايب لك حتة دين كاميرا 6x7 كده، وهنتصور صورتين عند الترابيزة الخشب دي يعني، وصورتين بقى عند النافورة اللي هي قدام جامعة القاهرة. احنا مش اقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزة رمزي. رمزي ايه اللي بنت يا نقنق ده؟ بنتي رنا دي بتلعب معاك، وانت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شويه الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي، انا كنت جايب لك هديه يعني مكان الشبكه عشان انا مقشفر انت عارف. خدي ده حجاب كانت امي عاملاه لي عشان ما تحسدش، وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكره. خدي اهو، خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضيه ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلتك يلا. مفيش جواز يا رمزي يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن 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 ولا 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 اسمع اسمع يا سناء سناء سناء، بالراحه على الواد، بالراحه على الواد، عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبيني انا اتصرف معاه. قولي له اي حاجه عايز. ايه ايه دول؟ انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني؟ انا برضو موافق، بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو، بسرعه قرروا. هيزفني على ترابيزه البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم، وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني احنا الاثنين. بصي هتصرف انا مع انا هتصرف مع انا هتصرف مع بس يا سناء. ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ اه طيب يا دول ما تقول كده. يلا يا جماعه يلا نمشي. بسم الله.